التوقعات اللي حضرتك توقعتها. جاسم بهمن متنبئا منذ 2011 قطر لن تنظم كأس العالم 2022، هل ما زلت مصر على هذا الكلام ولا ماك؟ ورحت وشفت الملاعب بعينك صحيح؟ طبعا احنا نحيي اهلنا في قطر، واحنا كجاسم بهمن ما تنبأنا. جاسم بهمن ما يتنبأ، جتني رؤية كنت في ابو ظبي، نعم، كان كاس اسيا في قطر 2011، هنا تلفزيون قطري ابو ظبي، كنت انا مع جاسم يعقوب فيصل العنبري والكرم، فهني اعتقد السعدي يعقوب السعدي سالنا من يفوز؟ انا قلت لهم ما في فريق عربي يوصل النهائي، مع ان 8 فرق عربيه. كان يقول لي 8 فرق؟ قلت له ما في فريق عربي يوصل النهائي. جاسم يقول لي لا، اللي يرشح السعوديه اللي يرشح الشعر. انا قلت ما في فريق عربي. المهم اخر المباراه كان يقول لي من يفوز؟ من يفوز؟ قلت له يفوز فينتا زرقاء. كان يقول لي الكويت زرقاء. قلت له لا، شو اليابان؟ كان طالع قلت له العينه كذي. اليابان. كان يقول لي ايش زرقاء؟ قلت له وانا عندكم حلم حلم. ان اللي بياخذ كاس اسيا فريق اليابان، هو موجود يعقوب السعدي. عدل. موجود جاسم يعقوب بري وكرم موجودين. انتهت المباراة، اخر فريق طلع عربي فريق العراقي، دق علي يعقوب السعدي. قال لي انت قلت وكذا كذا كذا، قلت له انا قلت على اساس ان الرؤية اثنين. في حلم ثاني؟ قلت له قلت كان الحلم، كان يقول خلاص خل حق النهائي. قلت له زين. صار النهائي اليابان فازوا 1-0 على استراليا. شيء يدق علي عقب ما مقدمة انا طالع بالتليفون. نحييكم مع جاسم، انت قلت لنا كيت وقلت لنا وهذا فاز، انت شنو قلت لنا؟ كنت عندكم في حلم حلم رؤيه عدل، ان اللي بياخذ فريق هذا فينتا زرقاء وعيونه كذي، فالكويت ما عندهم عيون كذي. كان يقول لي في حلم ثاني، قلت له حلم ثاني جتني رؤيه ان قطر ما تنظم كاس العالم هذا 2011، هذه رؤيه متنبؤات. نعم. ابي الناس كلها تعرف احنا ما نتنبأ، احنا اللي نحلمه ونقول اقول حق الناس. نعم. هذا واحد. طبعا انا ما طبعا اتمنى ان حلمي ما الله يحققه، لان قطر بيتنا الثاني. أكيد. نتمنى لما قطر تنظم كاس العالم الخليج العرب والاسلام كله بهالدوله هذه. فطبعا انا اقول هذه رؤيه، هذه رؤيه وهذه حلم. انت حقق تحقق ما تحقق الحمد لله على كل حال. عدل. بس مو الناس تاخذ ان انا والله مثلا او مثلا انا ابي هالشيء، لا لا. حتى أكيد. انا في قطر كنت اقول لهم يوم سالون كذا، قلت يا جماعه ترى انا لا يعني لا تزعلوا مني. أكيد. هذا مو تنبؤ، هذا حلم رؤيه. صحيح.